على صعيد متصل وضمن فعاليات السفارة الإيطالية بعمان وفي غمرة الاحتفالات الثقافية والفنية القائمة حالياً في إيطاليا، تم في عمان إقامة حفل موسيقي في كلية تيرا سانتا بجبل الويبدل، وذلك بهدف التعبير عن تلاقي الشعوب مع بعضها بعضاً من خلال الموسيقى. وقد شهد الحفل السفير الإيطالي في عمان جيوفاني براوزي، والسفير البابوي لدى الأردن المونسنيور ألبرتو أورتيغا مارتن، والسيد طلال أبو غزالة، والأب رشيد مستريح مدير الكلية، وجمع كبير من المدعوين والمهتمين. ضمن فعاليات السفارة الإيطالية في عمان والبرنامج اللي بتحتفل فيها السنة دولة إيطاليا، إيطاليا والثقافة المتوسطية، تم إقامة هالحفل الموسيقي اليوم اللي استقبلناه في كلية تيرا سانتا في المركز الثقافي التابع للكلية للأباء الفرنسيسكان في عمان. من خلاله أرادت السفارة من خلال هالبرامج وهالحفلات الموسيقية أن تعبر أنه ممكن أن تلتقي الشعوب مع بعضها البعض من خلال الموسيقى، والموسيقى ممكن أن تشكل ثقافة للقاء بين كل البشر خاصة على ضفتي المتوسط.